ندوزو ان شاء الله للمفصله. هي فيها المراحل شويه ولكن غير ان شاء الله نتبعو. عندنا كيلو لاروب ديال الكفته، كيلو ديال لدند مقطع على شكل شرائط رقاق بزاف يكونوا رقاق، ربطه ديال المعدنوس مقطع، باكيه متوسطه ديال الشعريه الصينيه، عندنا ضماد البنه ديال الدجاج وحده، 100 غرام ديال الفرماج حمر محكوك، بصله كبيره مشل دقيقه، وعندنا لاصوص بيشاميل تكون عقده شويه، جوج دروسه ديال الثوم، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، شويه ديال الزعفران الملون، شويه ديال التحميره، وعصير نص حامضه، جوج معالق كبار ديال الزبده، كاس صغير ديال الزيت، وكيلو لاروب ديال الورقه ديال البسطيله. نعاود المقادير. كيلو لاروب ديال الكفته، كفته هكاك مطحونه عاديه ما مخلطه بوالو، كيلو ديال لدند مقطع على شكل رقيق شرائط رقاق بزاف كيكون هكا بحال الزغيبات رقاق، ربطه ديال المعدنوس مقطع، باكيه متوسطه ديال الشعريه الصينيه، ضامة ديال البنة ديال الدجاج، 100 غرام ديال الفرماج حمر محكوك، بصلة كبيرة مسلطة رقيقة، ولاصوص بيشاميل عقدة. بالنسبة لاصوص بيشاميل كنحتاجو غير ربع إطر ديال الحليب في الأخر، اللي إلا بغيتي المقادير نعطيهم لك. جوج دروسة ديال التومة محكوكين، وملحة وبزار، شوية ديال الزعفران الملون، تحميرة وعصير نص حامضة، جوج معالق كبار ديال الزبده، كاس صغير ديال الزيت، وكيلو لاروب ديال الورقه ديال البسطيله. بالنسبه للمرحله الاولى فيها اربعه المراحل تقريبا. المرحله الاولى دابا كنديرو كنغليو المطايب في كاسرونه ونطفيو عليه، ونلوحو عليه ديك الشعريه الصينيه مع شويه ديال الملحه وضماد البنه ديال الدجاج كلها وشويه ديال الزعفران الملون باش يعطي لون الشعريه الصينيه، وكنخليوه يتغطى تقريبا 15 دقيقه وكنصفيوه. هذه بالنسبه للمرحله الاولى. المرحله الثانيه في مقله كناخذوا معلقه ديال الزبده، معلقه واحده عندنا في المقادير جوج معالق، معلقه ديال الزبده مع شويه ديال الزيت مع نص بصله اللي عندنا بصله كبيره مسلطه، كناخذوا النص ديالها كنديروها في مقله مع معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الزيت حتى كتقلى البصله، كنزيدوا داك كيلو لاروب ديال الكفته مع نص الكميه ديال المعدنوس اللي عندنا مع التحميره وضريس واحد ديال الثومه وملح وبزار، كنسحروا داك الكفته ديالنا مزيان حتى كتسحر وكنخليوها جانبا. المرحله الثالثه كناخذوا طنجره ولا مقله اخرى كبيره، كنديروا داك المعلقه اللي بقات لنا ديال الزبده الثانيه وشويه ديال الزيت وداك نص بصله اخرى اللي بقات وضريس ديال الثومه، كنديروا دوك الشرائط ديال البيبي داك كيلو اللي عندنا ديال لدند مع الملح والبزار، ونخليوهم يطيبوا مزيان، كنغطيو عليهم وكنخليهم على عافيه مهيله حتى كيطيب داك لدند مزيان وكنطفيو عليه العافيه. هذه المرحله الثالثه. تفضلي سابي. داك لدند كنزيدو عليه البيساميل، ملي كنطفيو عليه كنزيدو عليه داك البيساميل وكنخلطو صافي. ندوز دابا المونتاج. المونتاج دابا كلشي واجد. كلشي واجد ومحطوط. هي المرحله الرابعه، كنفرس الورقه ديال البسطيله في الطاوه، كندهنها بالزبده، كندهنوا الطاوه بالزبده وكنفرس الورقه ديال البسطيله، كنخلطوا ديك الشعريه الصينيه الاولى اللي قطعنا وصفيناها مع الكفته وكنفرسوا النص ديالها كطبقه اولى، النص ديال المقدار النص الكميه ديال الكفته والشعريه. من بعد كنرسوا النص ديال الكميه ديال الفرماج المحكوك مخلط مع المعدنوس، كناخذوا داك الفرماج ديالنا كنخلطوه مع شويه ديال المعدنوس اللي بقى لينا، كنرسو فوق من الكفته هكا، كناخذوا الطبقه الثانيه كنديروا داك لدند مخلط مع البيشاميل كنديروه الوسط كله، وكنعاودوا نغطوه بالكفته مع الشعريه الصينيه اللي بقات، وكنعاودوا نرسو بالفرماج مخلط مع المعدنوس، وكنسدو البسطيله ديالنا عادي بطريقه العاديه. وكنسدوها وكندهنها بالزبده صافي، كندخلها للفران باش تطيب وتزين على حسب الرغبه ان شاء الله. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. البيشاميل اللي استعملنا عندنا معلقه كبيره ديال الزبده في كسرونه، كنديروا معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره عامره ديال الدقيق الفرن، ملي كذوب ديك الزبده كنزيدوا عليها الدقيق وكنخلطوا مزيان
حتى كيندمج مزيان. كنزيدو 4 لتر ديال الحليب ولا كاس كبير. ايه 4 لتر ديال الحليب. من بعد حتى كتعقد لينا كنزيدو الملح والبزار على حسب الذوق. هذه بالنسبه لصلصه البيشاميل. اييه اللي استعملنا نصف الكميه. المهم اللي بغى يضعف كيدير نص سطر ديال الحليب. يلاه تخرج ليه كميه معقوله. اييه.